ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اختبار الفصل الثاني، وهو متوقع جدا في مادة التربية المدنية. تابعوا معي للأخير لأنني سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا السؤال الأول: أكمل بما يناسب. أنا مواطن، أحب جاري و ولا وأتضامن معه في و. أنا مواطن صالح، أحب جاري وأحترمه، ولا أؤذيه، وأتضامن معه في الفرح والحزن. هذا هو جواب هذا التمرين. السؤال الثاني: أصنف في الجدول. يكون منضبطا في العمل، يمارس هواية يحبها، التعليم، ينظم وقته بين الدراسة واللعب، اللعب والراحة والترفيه، يحترم الآخرين. الجدول فيه حقوق الطفل وواجبات الطفل. يكون منضبطا في العمل، الانضباط في العمل، هذا من واجبات الطفل أنه يكون العمل تاعه منضبط. هذا رقم واحد نكتبها هنا، تكتب كل الجملة. يمارس هواية يحبها، هذه من حقوقه، هذه الجملة من حقوقه. ثلاثة: التعليم هو من حقوق الطفل، نكتبها هنا. ينظم وقته بين الدراسة واللعب، هذا من واجبات الطفل. اللعب والراحة والترفيه من حقوق الطفل. يحترم الآخرين من واجبات الطفل. هكذا نكتبها داخل الجدول. السؤال الثالث: أذكر اثنان من واجباتك في المدرسة. من واجبي أن أحترم معلمي. من واجبي أن أحافظ على نظافة المكان. هذه من واجبات، وهناك واجبات أخرى. من واجبي أن أقوم بعملي بنظام، من واجبي أن أحل واجباتي، أن أنتبه للمعلم، أن أطيعهم، أن يعني كلها واجبات. أنا اخترت هذه الاثنان. الوضعية: قرأت البطاقة الغذائية لعلبة الياورت. هذه هي علبة الياورت، هل يمكن أن تتناولها؟ ماذا نجب أن نرى فيها؟ يجب أن نرى تاريخ نهاية الصلاحية، تنتهي يوم 1/1/2021 ونحن في سنة 2022. إنها قديمة، إذن هل يمكن أن تتناولها؟ لا. لماذا؟ لأن تاريخها قديم، منتهي الصلاحية، لأن تاريخها منتهي الصلاحية. إذن بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار المتوقع في التربية المدنية، وهناك اختبارات أخرى بشكل مستمر خاصة بالسنة الثانية. تابعوني حتى يصلكم كل جديد.